يلا نعود نجاي لفرات البرنامج صباح الشروق بنفس الحماس حتى نوصل معكم حلقتنا لنهاري يوم مشاهدينا، ودائما يعني بمجموعه من المواضيع والفقرات. اقول بعد الفقره اللي تهتم دائما بعالم الحيوانات وكيفاش نحتنوا بها، نروحوا الى عالم اخر، عالم الموضه، دائما مع سارتنا اللي منورتنا بالحضور نتاعها. صباح الخير ساره. صباح الخير سعاد. صباح الخير، الله يسلمك. صباح الخير مشاهدينا. كما في كل الحلقه نجيب لكم حاجه جديده، حاجه اللي راهي طونطون في هذا الوقت. وش جديد اليوم؟ اليوم راح نهضروا سعاد على ما اقترب موسم الاعراس، على بالنا الربيع والصيف، الناس كاع يديروا الاعراس في هذه المواسم هذوما. راح نهضروا على لي روب دو سواري. اوكي، لي روب دو سواري اللي يلبسوهم الفتيات ولا حتى العرائس هاد اليامات، ولاو يديروا تصديراتهم لي روب دو سواري. راح نشوفوا لي روب دو سواري اللي راهم توندونس دو كاتيك في لي ماغازان تاعنا، اللي راهم توندونس اون فا دير في لاكتواليتي في لي غران ديفيلي. راح نشوفوا هاد الصور مع بعض ونعاودوا نقولوا لكم. يلا يلا حتى نعلقوا مع بعض. نقولوا فساتين السهره. فساتين السهره، يلا نحكوا على الالوان اللي راهي طايه بالنسبه للالوان. ساره دوكاتيك فور لانستون لي لا مود تاع لي روب راهم لي روب طوال. فساتين السهره راهم لي روب طوال. احنا حين نخيروا الفساتين اوتوماتيكمون بارابور ليفينمون اللي يكون عندنا، اسكو سي ان مارياج ولا ان ايفينمون ان تابلي روج ولا كاش حاجه هكذا. دونك نخيروا الفستان بارابور المناسبه اللي تكون. فوالا، مي اكطوالمون لي روب لي راهم توندونس سي لي روب لونغ، الفساتين الطويله. ودوكاتيك لانا نشوفوا بزاف هاد لامود اللي خرجت، سي الفساتين اون فادير شفافه من تحت، تبان لنا باللي هي فساتين شفافه بصح تكون فيها من تحت اون دوبلور دو كولور شير. تري بيان، كيما رانا نشوفوا مع بعض هذا النوع اللباس يعني رائع. فوالا اون كولور دو اون كولور شير وين تبان، تبان اون ديغي ما هي لابسه والو فوقها لا دونتيل، مي هي تكون لابسه حاجه من تحت بيان سور، لا كولور تكون كلير على حساب العبو. فوالا، دونك هادو هما اللي راهم توندونس دو كاتيك. يعني كلها نقولوا فساتين طويله. فساتين طويله، مي بصح انايا اللي اختار في القامه جو كونساي لي روب كورت، باسكو سي وحده قصيره تلبس اون روب لونغ جينيرالمون سا توندونس ايكرازي لا مورفولوجي تاعها. وحده اللي تكون قصيره خير. ولي روب اختلفت الاشكال، اختلفت الالوان، دوك سا ديبون كل وحده لو جوغ تاعها واش تحب تلبس، واش تحب. كيما نشوفوا في الصوره هاد لا روب روج، لا روب روج هادي تليق بوحده تكون بيضاء ولا تليق بوحده تكون سمراء ولا صح اللون الاحمر تلتوس ولا لون البشره، فهمتي؟ باسكو جينيرالمون يخيروا لي كولور على حساب اللون تاع البشره تاع اللي تكون حتلبس لباس. و اون سكي كونسيرن المراه كي تكون طويله، طويله القامه، جو كونساي لي روب لونغ اللي تزيد لها في الهمه وتزيد لها في الشان. و اون سكي كونسيرن لي كوب تاع يعني اذا نشوف انه اللباس لما يكون مستور ولباس طويل يكون انيق، يكون انيق. مي بصح دوكاتيك حنا على بالنا بلي كيكون طويل يكون انيق، مي بصح كاين ديتاي وين ما توالوهمش يلبسوا لي غوب طوال، يزيدوا بانوا قصار، دونك دوكو لازم يلبسوا. بالنسبه للقصيرات فوالا، بالنسبه للقصيرات مو جو كونساي فورتومون لي غوب كورت. اون سكي كونسيرن القصات، القصات انت والذوق تاعك، كاين اللي راهم يحبوا دوكاتيك لي غوب طوال، كاين على شكل لي غوب سيغان افيك دي ترين،
كاين دي روب برينسيس يجو سيري ميم دوفون ابري يو لو كلوش او نيفو دو لا تاي ان سكي كونسيرن لي روب كورت تاعني كاين لي روب لي يجو او نيفو دو لا تاي سي دي روب سيري كاين لي روب لي يجو كلوش كيما لا روج لي شفناها سي دي روب برينسيس هادوك في الكور توجور دونك سا ديبون الذوق تاع المراه ولا كوب لي تكون حابتها ان سكي كونسيرن لي كولور دونك لي كولور كي يكون موسم الشتاء حنا جينيرالمون نلبسو بزاف لي كولور كي تنفونسي مي كي يكونو في الصيف جينيرالمون المراه تكون برونزي ولا دونك لي كولور كلير جو كونساي فورتمون لي كولور كلير كاين اون اوتر كولور ثاني لي جينيرالمون لي ستيليست ما نشوفوهاش بزاف في لي ديفيلي سي لو سي لو بلو لو بلو فير لو بلو فير يتفاداوها جينيرالمون بزاف هاد لا كولور مو بيرسونيلمون جو تروف سي اون تري بيل كولور سورتو وحده اللي عندها لون بشرتها في بيضاء وحده بيضاء ولا وحده برون ثانيه تجيهم شابين لي دو سا اللون هذا يليق بالبشره تاعنا اون فاجير سورتو كي وحده تكون برونزي ولا تجي حاجه شابه ما خير صح كاين حاجه وحده اخرى جو كونساي بها ساره سي لي زاكسيسوار سيداتي ما تنسايش تلعبي بلي زاكسيسوار قد ما تلبسي لي زاكسيسوار قليل سورتو في المناسبات ولا لي زيفينمون سكي في كي ديري اون روب اون فاجير سامبل كي تزيد لها ديكو ان بوكولي ولا دي بوكل كبار ولا تزيد في الهمه والشان تاع تاع لا توني اللي تكون عندك لي بوشيت جو كونساي لي بوشيت ولا لبستي لا روب تكون شارجي لي بوشيت دو بريفيرونس يكونوا سامبل باش ما ديريش ترو تشارج سور لا توني ولا لبستي لا روب تكون لا روب تكون سامبل بروني اون بوشيت شارجي دو بريفيرونس اسورتي افيك لي شوسور parce que ça a toujours une classe qui te mesdji bin la couchette et la chaussure donc voilà hadou nasah ihit ana har lyoum donc sara chfna tani enno عده مشاهير راهم يتالقوا هاد لامات في لي توني تاعهم راح نشوفوا على السجاده الحمراء مع لو تابي روج الاوسكار يعني كانوا راح نشوفوا بعض المشاهير واش دايرين في الموضه نعاودوا نولوا نبداو باول صوره يلا نشوفوا مع بعض نعرقوا مع بعض دونك هذه كانت ورده زروق تونسيه واشوريه راهي الممثله الهنديه اللي لابسوا نفس الفستان تالقوا فيه في زوج دونك هذه كانت دره يعني الممثله التونسيه يعني شوفي انا هي الثوب واحد مع اشواريا راي برك اختلف اللون كان وحده لبسته في النوار وحده لبسته في الغوج كان يعني هذا قصات العنق ماشي كيف ساره لا سي لي ميم برك وحده غلقت وحده لا هذا ما كان هذه كانت في اطلاله ملوكيه تاع لا بورجوازي نروحوا نشوفوا ثاني اطلالات مشاهير اخرى يلا تعالوا نشوفوا مع بعض جينيفر جينيفر لورانس تفتح فيلمها الجديد بفستان من تصميم كريستيان ديور في السجادة الحمراء تاع لوفيرتور تاع لو فيلم ديالها لو ديرني فيلم تاعها فوالا نروحو نشوفو تاني نجوى كرم اللي عودتنا باطلالاتها المميزة دونك نجوى كرم تميزت كثير في 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 فستان طويل من تصميم نيكولا جبران كيما يعني عودتنا هي توجور مع المصمم نيكولا جبران هذا الفستان كان طويل بقصة لا سيغان كيما قلت لك توت الوغ اللي راهي توندونس دوكاتيك راهم يستعملوها بزاف في الحفلات والاعراس نروحو نشوفو ايضا الاستراليا مالغاريت روبي اللي ولات سفيرة شانيل الجديدة فوالا دونك هذه هي سفيرة الوجه الجديد للا مارك شانيل تاع لي بارفان تاع لي زابي فوالا ونروحو نشوفو في اخر صورة لنا شيرين عبد الوهاب مع باريس هيلتون ثاني اللي توافقوا في نفس الثوب في الإطلالة الأخيرة من نفس المصمم اللي هو يوسف الجسمي وشفنا بلي شيرين وباريس هيلتون سيتي با لا بروميير فوا يلبسوا نفس الفستان كانوا داروها ثاني في 2015 نروحو نشوفو الصورة مع بعض دونك باريس هيلتون وشيرين عبد الوهاب كانوا يلبسوا يعني ديجا حاجه كيف من نفس المصمم يوسف الجسمي انا شكيت باسكو المصمم كيف دونك ايزون ا بوبري لو ميم بون فادير برك لي كولور اللي تختلف دونك مشاهدينا كان هذه اطلاله نهار اليوم نعطيكم موعد في عدد الجاي مع مفاجاه لومي مارس دارت المراه خليكم مع ساره وسعاد وباقي البرنامج يعطيك الصحه ساره نتمنى بدايه يوم موفق ليك اما الان مشاهدينا دائما مواصلين في حلقتنا لنهار اليوم والان نتوقف مع فاصل وبعدها رجعين بقوا معنا